حظي حلو ان احنا التقينا النهارده. هستخدم التعبير في السؤال: اخماد شعله كانت شديده الالتهاب والاشتعال وهددت مصر بالكامل، وتبقت منها بضع جزوات، وبرضو 30/6 بمخرجاتها وبنتائجها اخمدت كل ده. السؤال ازاي؟ لا، السؤال ازاي ده يحتاج ساعات كتيره. نحاول قدر الامكان. اولا اول خطوه حقيقيه نحو 30/6، واتمنى ان احنا بنعمل برنامج اسمه نحو 30/6 او الطريق الى 30/6. اوكي. كان وعي الشعب لفترات طويله، كان الشعب المصري بيعتبر الاخوان المسلمين جماعه دعويه، يعني مظلومه شويه، لكن خلينا نديهم فرصه. خلينا نديهم فرصه دي جمله اتكررت كتير واقتنع بها الشعب المصري، لكن سنه من الحكم وسنه ونص او سنتين قبل الحكم كانوا كافيين جدا ان هم يكونوا راي عند الشارع المصري ان هذه الجماعه غير جديره، مش بالحكم في مصر، غير جديره بالتواجد داخل الشعب المصري. دي اول خطوه. تاني خطوه التلاحم ما بين اجهزه الدوله والشعب المصري. التلاحم اللي بعد 30/6 اللي استمر فتره طويله، كنا نجده مع سقوط الشهداء في سيناء او في غيرها من اثر عملياتهم، كنا بنلاقي الناس الاهالي بتتوافد على المكان اللي بيتم فيه الدفن وبيتأزروا جميعا ضد هذه الهجمه. تلاتة، يقظه الاجهزه الامنيه في فتره من الفترات واستطاعت ان هي تفكك يعني اللغم الكبير اللي تعرضت ليه مصر، وهو جماعه الاخوان المسلمين تنظيما وبين قوسين تنظيما. الاخوان وبس؟ لا، الاخوان ومن شق عنها وما خرج منها وما ايدته وما رعته وما بثت فيه افكارها الى اخره. الخطوه الثالثه، ودي كانت اعتقد ان هي كانت اهم خطوه، ان استعادت مصر حدودها الطبيعيه الاقليميه، وقدرت ان هي يعني تقدم انجازات للمواطن وقدم انجازات في مسارها، فبقى المواطن المصري او الشعب المصري شاعر بالفارق ما بين ما كان يعني كاد ان يقع فيه وما بين ما نجاه الله وانتقل به الى بر الامان. الاربع خطوات دول اعتقد هم كانوا اللي استطعنا بيهم ان احنا ننتصر على الارهاب انتصار تنظيمي. وليه بقول كده؟ علشان لسه الفكره عايزه مرحله كبيره مننا ان احنا نشتغل على افكار جماعات الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين تواجدوا في المجتمع المصري على فترات متتاليه، بدايه من المؤسس حسن البنا في اخر عشرينيات القرن الماضي وحتى اللحظه الحاليه. التواجد ده سمح لهم ان هم يتواغلوا في اماكن كتيره. خليني اقول بعد 30/6 احنا ليه مستمرين لحد اللحظه بنحذر من الاخوان؟ لان هناك مقولات خرجت، مش هقول مين اللي خرجها، لكن المشاهد بذكائه هيعرف مين اللي خرجها. لما نقول ان احنا في اي مصلحه حكوميه او اي شارع او اي طريق لما بيكون في مكان في خطر، مش لازم يتحط مثلث الخطر ان في هنا خطر، لازم تنبيه للناس ان في هنا مكان في خطر، كهرباء، مكان في سقوط، في انحدار الخ. مين ليه المصلحه انه يشيل علامه الخطر؟ اللي عايز الناس تقع في الخطر ده. هل الإخوان خطر؟ الإخوان خطر بالفعل وبالواقع وبالتاريخ وبالأحداث وبكتاباتهم وبشهاداتهم على أنفسهم. خطر على المواطن، خطر على الدولة، وخطر على الدين حتى. طيب، بقائهم موجود؟ موجود. استمرار موجود؟ موجود. الخطر مازال موجود؟ موجود. طيب، خطر يعني بما يساوي خطر ما صاحب 30/6 وما قبلها؟ لا طبعا. لكن فكرة إعادة التدوير مرة أخرى قائمة، وحاضرين وجاهزين للخروج مره تانية. ربما هم حاليا في حاله كمون لكنهم ممكن يخرجوا. طيب، يبقى مطلوب ان احنا نستمر في التحذير لان الخطر قائم، الخطر موجود، الخطر بيهدد مصر حتى هذه اللحظه. طيب،
مرة تانية علشان الناس ما تخافش، مش قصدي ان هو بنفس ذات القوة والدرجة اللي كانت موجودة، لان طبعا في انجازات احنا عملناها في تقليل حدة الخطر من هذه الجماعات بطوائفها المتعددة وبأشكالها وفي المظلة العامة للإسلامويين، لكن لديهم حتى اللحظة القدرة على العودة مرة أخرى.